اغرب فستان في 2023؟ في فساتين كتيره، بس لو هنتكلم على الريد كاربت هي ما بتبقاش تسمح بالغرابه، لازم لابسين برضو احنا ريد كاربت ليها اصول. هنا ده كان كيلي جينر في عرض ازياء. الفستان ده كان واخد ضجه كبيره قوي عشان اللي هي لابساه ده، رغم ان هو كان ليه معنى. الكولكشن كلها كانت بتتكلم عن مفهوم القوه والجراه، فكان المصمم بتاع الازياء حاطط كل فساتين راس حيوانات. فده كان الثيم بتاع العرض نفسه فيها كانت لابساه. طيب فستان الاسد، خلينا ايوه فستان الاسد. فستان الاسد اجمل فساتين 2023. احنا لسه في الغرابه برضو هنا، ده مازال بنوي لسه في الاغرب. هو الفستان احنا عندنا كام فستان غريب؟ طيب هو الفستان حلو، بس التصميم بتاع السكيرت من تحت بومبي ده اللي كان مختلف شويه. هو او كان يمكن احتمال كان قصدهم يرجعونا للزمن اللي فات اللي كانوا بيحطوا فيه السندات سندريلا. لا السندات بتاعت الفساتين سندريلا كانت مدوره كلها، دي كانت مستطيله عارفه. ده كان شكله غريب، كانت فاطمه البنوي في مهرجان البحر الاحمر الشهر اللي فات. طب خلونا ايه الفستان اللي بعده بقى؟ ده سيشن بقى كانت عاملاها نجوى كرم، كلها كانت فساتين غريبه. هي السيشنز مسموح فيها بغرابه الفساتين ده في بطانه ولا ما فيهوش بطانه؟ عشان لا في لا في البطانه دي بقت بتعمل حساسيه تعمل قلق للناس. أيوه. لا متبطن، بس هو الفستان نفسه 3 دي وشايف طالع منه وحاجات. هي كانت السيشن مسموح بيها بقى، ودي مايا دياب، السيشن مسموح فيها توصلي لاعلى حاجه في الغرابه في فساتين، ده عادي تبقى ليها فكره. دي مايا دياب وهي مستخبيه ورا الفستان بالظبط. وشعر مختلف ورا حائط الفستان. طيب اللي بعده لو دول بس الغريبين قولوا لي. ده الاجمل، ده نجوى كرم في الاجمل. الفستان ده كانت البدله دي من تصميم نيكولا جبران. انا عاجبني فيها ان هي مش بدله عاديه، الجاكيت مش بليزر عادي، لا هو ليه شكل. لا ونبي رجعه لي تاني عشان الاجمل ده انا مش هقدر البسه، ما وعيكوش خالص. هيبقى تقيل يعني. قوي. لا وبعدين حاسه ان انا ممكن اتسند على بقيه الجاكيت. لا بعيد بعيد والله ده مش بننام عليه. لا بعيد. اوكي خلاص الأجمل. فاضي فاضي. ليه الاجمل بقى؟ عشان تصميم الجاكيت. انا عاجبني ان هي البدله الخامه موجوده عادي ومتاحه في اي حته ممكن تجيبيها، بس التصميم نفسه الجاكيت ما كانش بليزر عادي ولا كان بياقه ولا كان شكل، كان فيه فكره. بس ده ما حدش هيتريق عليه لو حد لبسه هنا في مصر. انا مش هتريق عليه. لو حد غيري انا ماليش دعوه. اكتبوا المي تحت الفقره دي هتتريقوا ولا لا. طيب اتفضلي. انا الفستان ده برضو رغم ان هو بسيط جدا وما فيهوش حاجه والماتيريال عاديه، بس مع لون بشرتها ومع الميك اب وكمان ضوافرها كان كلها خاطفه الانظار كده. الحقيقه هو لطيف جدا بصراحه وفيري اليجنت. طيب اللي بعده ده كده في الاسوأ. انا الفستان حلو بس هو احنا كده دخلنا في اسوء الاطلالات عند شرطه الموضه. طيب الفستان حلو وهو حلو على امينه، بس انا كانت مشكلتي معاه هو الفستان الاصلي منه كان مفتوح من تحت الرجل لحد فوق في الفخده، ومن عند البطن كانت الماتيريال بتاعتها اخف، فلما قفلنا الفستان ولما بطلناه الفستان بقى عباره عن لون اسود كتير قوي، ما بقاش مبين جماليات الفستان او الديزاين. مش بقول نلبسه عريان، بس بقول انه يعني لو احنا مش هنعرف حتى على التصميم، يعني تقصدي منطقه ما تحت الوسط تبقى شويه اخف القماش اللي فيها مش اخف واسعه. والنسب باظت بقى، كان في برده حته من الفستان من الجنب كله كانت مفتوح، فالنسب شويه بقت مقفول قوي على الديزاين الاصلي دي. مش بقول نلبسه. الديزاين الاصلي كان ايه؟ كان مفتوح زي ما بقول لك ده في الاسفل. كان منين؟ كان منين؟ كان تقريبا انطوان قارح، مش متاكده. يعني احنا خدنا تصميم عالمي عملناه هو اللي عامله وغير فيه. هو هي لابساه من عنده. يمكن خافت ان حد يتكلم. طبعا هي اكيد خافت. انا قصدي بس لو احنا هنبقى محتارين نلبس الفستان ولا نقفله، نشوف فستان غيره مقفول. وده موجود في كل حته غير في التصميم بالظبط. ده موجود في كل حته. او نعمل زي احلام بتجيب فستان زهير مراد، تخلي زهير مراد يقفله لها، ما بيبانش خالص ان هي لعبه فيه. بالعكس بيبان طبيعي جدا كانه هو اصلا الديزاين بتاعه كده. يعني هو هاتوا فلوس في حلول استاذ احلام واعملوا. اتفضلي اللي بعده. ده كانت شيرين في اول ظهور ليها السنه دي شهر 4 اللي فات في حفله. الحفله انا فاهمه ان هي كان الثيم بتاعها حاجه شبابيه في كوكاكولا ارينا في دبي، بس انا ما عجبنيش الستايل كله على شيرين. اولا كان مبين ان هي كانت تخنانه، وطبيعي كلنا بندخل نخس عادي، مش بتنمر عليها والله، بس هي نلبس ما يليق بجسمنا او لاداره الدفاعات على الاقل مثلا، او يعني هنلاقي حاجه كتير قوي. وكمان السكيرت كانت طويله عليها قوي، المقاس ما كانش مظبوط، كبت الكعب اللي هي فعلا اتكعبلت فيها وهي وقعت، فالمشكله كانت في مقاس السكيرت طويله قوي عليها. وغالبا يعني ده بيبقى صعب جدا على المسرح لانك بتقعدي فتره طويله بتتحركي كتير، فبتحتاجي حاجه على بالظبط. ده اليسا في حفل في الافتر بارتي بتاع ختام مهرجان البحر الاحمر، الفستان سامبل قوي على
ان هو ايفنت كبير، يعني انا ممكن تلبس ده تروح بتتعشى تروح بيه انترفيو هيبقى حلو جدا عليها، بس لما نيجي نقول ان احنا في افتر بارتي وفي سليبرتيز موجودين انترفيو شغل عشان تبقوا عارفين يعني. اه لا مش شغل مش شغل عشان ايه يعني لا لا خدوا بالكم بدل ما شفتت الموضه لو هي رايح انت تعمل انترفيو مع حد في لقاء تلفزيوني هي هيبقى مناسب بس ان هو حفله فيها سليبرتيز لا ده الفستان ديزاين بتاعه حلو على انغام بس انا كانت مشكلتي في اللونين مع بعض انا فاهمه انه الاحمر والفوشيا او اللون البينك دولت كلر بلوكينج مع بعض وبيبقوا لاقيين بس في الحته دي كانت الدرجه بينهم مش حلوه ومش واضحه فما كانش ليه كنت حاسه فخبى جماليات الفستان بدل ما يظهر جماله ده اللي هو الوانه مش حلو على بعضها ومش لايقه قوي على بعضها تمام يعني هي بس انغام غالبا بتبقى ناجحه في انها تستخدم او يعني تختار اطلالات لطيفه وتتناسب مع شكلها عند الجمهور هي انغام ليها بيرسونا عند الناس فهي بتحافظ بالزبط. عليها بلبسها جدا ده حقيقي هو بتعتبره جزء من شخصيتها بالظبط وده الطبيعي في اي سليبرتي المفروض يبقى موجود في كل حته في مصر او في الوطن العالم كله هم عندهم كده بيوصلوا رسالتهم بلبسهم مش لازم رساله اللي هو رساله سياسيه او خطاب بس انا ده شخصيتي انا شخصيه فانكي فهلبس لبس كاجوال انا شخصيه كلاسيكيه فبلبس لبس كلاسيكي شويه اللي بيعملوه بره ما بيعملوهوش هنا يعني مثلا احنا عندنا في الوطن العربي فكره مدير الاعمال دي فكره مفهومه غلط خالص يعني بره مدير الاعمال ده حاجه مهمه جدا يعني هنا بنتكلم انت هتتكلم ازاي تقول ايه ما تقولش ايه مين تطلع معاه مين ما تطلعش معاه شكلك قعدتك حاجات ستايلست واقفه كل حاجه على المسرح ده مش موجود عندنا في مصر في الموضه كمان في حاجه موجوده بره مش موجوده عندنا الستايلست هم هنا في مصر بيتعاملوا مع او مش مصر بس بيتعاملوا مع الستايلست ان هي كانه انا ولا ما بفهمش ولا ايه بس في نجمات كبار بتعاملوا مع ستايلست ومنهم انغام بتعمل مع يمنى مصطفى على طول في اغلب لبسها وده فارق مع شخصيتها وشكلها على المسرح عشان كده احنا لسه بنقول انها ليها شخصيه دايما بتتناسب هو اللي لازم يكون في حد على هو ده كمان حد بيهندلك شغل اللي بيشيله من عليكي انت بتبقي عليكي هاصل هتغني ايه وهتعملي ايه لا خلاص خلي اللبس ده لحد لوحده وده يبقى شغلته وده شغلته فعلا هو اوريدي بيشتغلوا كده طب مين من الفنانين الموجودين على الساحه انت شايفه عايزه تقولي لها او تقولي له لو سمحت دور لك على ستايلست أصالة لأنه أصالة نجمة كبيرة جدا جدا أهي هي نجمة كبيرة جدا وبعد العمليات اللي عملتها مؤخرا صغرت يعني كتير 49 سنة صغرت كتير قوي قوي يعني فلبسها أنا شايفة أنه هو مش بيحطها في مكانتها كمطربة يعني المفروض أن ده لبس بيرمز للزي السعودي أنا مش فاهمة منه الزي السعودي غير بس أن فيه هنا الشماغ الذهبي هي بتحب تتعامل مع صغار المصممين كدعم ليهم بس اختاري منهم اللي يناسب شخصيتك انت كأصالة مش اي حاجه تلبسيها هيبقى دعم ده بس اللي بالنسبه لي أصالة من اكتر الناس اللي ومين اللي عايزه تقولي له برافو ان انت بتتعامل صح في الستايل سلمى ابو ضيف بصراحه سلمى ابو ضيف هي وجه دعائي لفالنتينو بس هي مش بتلبس منهم بس تلبس من اكتر من ديزاينر وسلمى حلوه هي اصلا موديل فهي بتبقى عارفه ازاي تبين اللبس بوقفتها بحركتها بتختار حاجات لايقه على جسمها قوي طيب المهرجانات السنه دي في عندك اي تعليق على اللي حصل فيها وفي اللبس بتاعها يعني اكتر حاجه كانت للاسف يتقال عليه فستان المهرجان السنه دي يتقال عليه لو هنختار فستان من فستان المهرجان احلاهم واسواهم بالمره احلاهم بتهيالي هيبقى فستان امينه خليل في الختام بتاع البحر الاحمر كان حلو جدا كان اليجنت جدا وخامته ريتش كده الاسوا في المهرجانات في غريب بس ما كانش في حاجات اللي هو نقول عليها كانت ضايعه هي كلها حاجات مش وحشه مش سيئه اللي هو نفتكرها بس انا كلها ليها يعني بصراحه طيب بما ان احنا شرطه الموضه عايزه تقول ايه عن 2023 كلها كان فيها موضات وفعلا كان ليها حاجات مفرقعه كتير فعلا اهم ما يميزها كان اللبس البينك بتاع باربي قعدنا من شهر 7 لشهر يمكن بسبب الفيلم طبعا طبعا يعني قعدنا شهر حبه كتير كده بنتفرج بس على ناس لابسين في الشارع بينك وبسبب باربي مش انا مش لابسه مش قصدي باربي بس مش قصدي يعني مش قصدي باربي وكمان كان في دولشان جابانا كل سنه بيطلع لهم كده انا مش عارفه هل ده باتفاق مع الدار نفسه ولا هو السليبرتيز بيحبوا فجاه يلبسوا الالوان الصيفيه والنقش الصيفيه بتاعتها بس كل سنه في شهور كده معينه في السنه بتبقي عارفه انه هتلاقي فلانه وفلانه وفلانه لابسين دولشان جابانا اللي هي الموزايك دي دي أيوة. الطباعه دي دولشان جابانا مستوحينها من جزيره صقليه دي اشهر صيحات الموضه اللي حصلت اللي حصلت السنه دي هتلاقي اكتر من نجمه لابسه نفس البراند ده بس مع اختلاف انا شفت ناس عاديين كمان الحقيقه يعني بالظبط كلهم لابسين نفس البراند بس مع اختلاف الالوان هي كلها من الالوان والتصميمات
وحاجات تانية بقى، ان دي حاجات سهرة، دي حاجات نهار، دي حاجات بالظبط. فهي كلهم تقريبا لبسوها. هي السنة دي كانت طالعة بقوة جدا. حاجة تاني غيرهم؟ الكوفية الفلسطينية طبعا مع الأحداث بقينا بنشكل بيها، بندخلها في عز الأزياء بشكل مختلف، وبس ده اللي كان السنة دي أكتر حاجة صحيحة واضحة يعني.